السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوة اللي كتشاهدوا معنا مباشرة عند الأبطال ديالنا والطوندي صلاح الدين العيد. يلا صلاح يلا هبطنا الحميمات. هانتوما الإخوان استعدادا لموسم 2019 بالتوفيق لنا ولكم أيضا الإخوان تبارك الله الله يسخر ما كتشاهدوا معنا. هادو هما الحميمات ديال 2019 الله يسخر شري كاين الله زيد 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 باب 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 خلط 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 ضروري ضروري واحد شويه ديال الصبر الحميمات يلا بدينا كنتلقاوهم جيعانين شويه باش يوليو يدخلوا دغيا باش يسمعوا الماكله يدخلوا. وكنصح جميع الاخوان يلا بادين في الولاعه وباقي ما تيعرفوش والناس اللي كيعارفين راه عارفين هما هاد القضيه هادي كي دايره ضروري الحمام خصو يطلق جعان باش يدخل داكشي اللي كاين الله يسخر. هانتوما كيما كنشوفو عمليه الدخول كتم بالنجاح يلاو يلاو الو بوق هانتوما الله يسخر الاخوان وعلى قدر الله كبار. وكما كتشاهدوا معنا الاخوان هذا هو اللوط الجديد بالنسبه لهذا الموسم هذا بما طلعت عليه بعض الاصلاحات والهدم ديال اللوط ودرنا لوط اخر جديد باش يكون صالح لهوايه الحمام السباق. اما ذوك اللوطات العشوائيين ما خداميش كيجمعوا غير الامراض والماء والطفيليات الناس اللي باغي تكون لعره خاصها دير اللوفت. هذا اللوفت متواضع ما نقولوش لوفت من طراز الرفيع المهم اللوفت ديال الدراوش هذيك المتواضعه شحال هذا وكما كتشاهدوا معايا اخوان انتوا اللي كنا طلقنا بالنسبه لواحد ساعه ما كان هادي طلقنا الحمامه وما بانش يا ربما مشات عند مولاها واحد حمامه ضائعه كطاحت عندنا البارح وطلقناها اليوم درنا لها عمليه الترقيم ديال الهاتف وطلقناها ربما تمشي عند مولاها والله يسخر مولاها وكنتمناو ليه يدعي معانا هادشي اللي كاين. هذا هو الربح في هاد الولاعه ديال الاخوان اللي طاحت عندو شي حمامه يطلقها لمولاها. مولاها راه كيتسنى فيها وباغي يكمل بها المشوار ديالو في هاد الموسم هذا هادشي اللي كاين. وسي صلاح شي كلمه عطيني شي كلمه الاخ صلاح. هذا هو اللي كان حاضر الاخ صلاح هو اللي كان حاضر باش طاحت الحمامه اما انا كنت خدام ما كنتش مسالي. والله يسر المولاه بعدا ونتمنى ان شاء الله بصح المولاه والله يسر الجميع الشيء اللي كاين ونتمناو ان شاء الله الطارق يدوزو احسن الظروف. اول حاجه يتمناو ان شاء الله الشتاء تصب ضروري الشتاء تصب ان شاء الله باش نكونو زوينين والدنيا تكون زوينه والانسان يكون ناشط هذا هو الهدف. وان شاء الله ندخلو هادو ونقوم عمليه الحميمات ان شاء الله عطيت الحميمات بعد الولاد ان شاء الله الشيء اللي كاين السنه بما ندخلو هادو ان شاء الله ونخلطو الماكله ان شاء الله هذاك الشيء اللي كاين الاخوان. هادشي اللي كاين يا اخوان كنتمناو تدعوا معنا بالنسبه لهذا الموسم هذا الله يسخر ياك الاخ صلاح ياك هادشي اللي كاين داكشي مزيان ياك ان شاء الله العام يدوز زوين ان شاء الله هادشي اللي كاين. شي اللي كاين كاين واحد بغينا ندير واحد الهضره للاخوان كنتمناو المدينه ديال الدار البيضاء تجمع الشمل ديالها اش بان ليا شي كاين شي مشاكل حسابات شخصيه حسابات شخصيه داكشي اللي كاين اعضاء المكاتب كما راه هادشي ما بغيناش يكون والله يدير اللي باقي راه الشيء اللي كاين هذا صاحبي هذا باك صاحبي هذا حبيبي هذا ماشي حبيبي كراسي وصافي كراسي في بحيتهم كامله راه واحد النهار غتمشي غتبقى حتى يذكروك الناس بالخير هادشي اللي كاين.